صباح الخير البنات، صباح الخير الاولاد. مع الدجاج بلا كريم فريش اللي غادي نحط لكم في صندوق الوصف الا عرفت نحطها، لانه باقي ما كنعرفش ندير صندوق الوصف وداكشي كله مازال ما كنعرفش. والا ما حطيتهاش سيروا الحلقه اللي قبل، سيروا الفيديو اللي قبل من هذه. المهم دابا غادي نقدم لكم داكشي اللي قدمنا مع لي غرياد، دوك لي سالاد وداكشي غادي نقدمهم لكم هذا النهار شي شويه، حيت لا فيديو ديال الدجاج على كريم فريش جات طويله بزاف، ما كانش ممكن ليا نزيدها على الدجاج. راح نتلاقاو في لي سالاد. هنايا عندنا القوق سلقناه، نقيناه وسلقناه بالحامض وشويه د الملحه، غادي نديرو به واحد لا سلطه كتجي زوينه زوينه بزاف. غادي نديرو فيه مليحه الزيت، المعدنوس والبصله والخل. يلا يسر الله. فوالا ديرو زويته، الخل شويه كترو الخل حيت داير هذا بحال مرقد، بحال كترقدوه ماشي. ولا بغيتو ديروه مثلا الغداء كتنصبوه بكري، كتوجدوه بكري باش كيشد القوام ديالو. دابا كنديروا البصله والمعدنوس هكا، اسهل ما يكون ومن ان لا يدي ما يكون. المهم غنديروا ليه هكا، وانا راه ذبتو كثير لانه كيتكل. فوالا هو القوق ديالنا واجد، نتلقاو في الطبسل ديال التقليد. اون سلطه ديال الابلي، علاش كثرت لي سلطه؟ على حقاش عندي دايره العشاء دايره لي غرياد وبلي سلاد، عاد دايره الدجاج ديالنا بلا كريم فريش كيشدو. المهم غادي نديرو فلفله صفراء، فلفله حمراء، فلفله خضراء، المعدنوس، الزيتون. هاد الزيتون هذا كيطلق واحد الطيبه زوينه في ابلي، مليحه. زيت الروميه، مايس والطن. فوالا دابا غادي نديرو هاد الشيء. فوالا غادي نديرو المايس، نديرو مليحة، وغنديرو زويتة. فوالا ما نكتروش الزيت، والطون آخر ما غديرو لحقاش إلا درتو حركتو كيجي مفرطط ما كتبقى فيه حتى ملعقة. نزيدو الخل حتى هو. اللي بغيت نقول لكم هو الطون ما ديروا حتى تبغيو تبداو تحطوا في الشلايط ديالكم باش ما كيخسرش، حيت هو راه دغيا دغيا كيخسر وكيولي داكشي ماشي هو هذاك. المهم هاد لاصالاد كديروا فيها اللي بغيتو، اللي ظهر لكم وجاكم لوجو ديالو زوين كديروا. ها هي دابا لاصالاد ديالنا واجده. معلم دي واقي اجي دوك ديريكم اودي سيراش من الطون سنخليني تنبغي نحط. فوالا البنه خصها تكون بلا طول. تخي بون. يلا ها هي لا سلاد بالطون ديالها حتى نبغيو نحطها. هذا خزو ديالنا بعد ما سلقناه نقيناه بيان سيغ وغسلناه وداكشي كلو، وسلقناه مع رواسه ديال الثومه كندكوه بحال هكا. راه كنت درت لكم الوصفه غير هي كنت درتها قليله، دابا غير حيت بغيت نديرو في سميتو باش ما تقولوش ما دوزتوش لكم. ونتلاقاو من بعد. من خيزو كي قلنا ديك النوبه كنديرو فيه الحامض، كنديرو فيه القوام كامل كله
كله القوام الا البزار وكنفكوا فيه الجوزه. هذا هو القوام اللي غادي نديرو. غادي نديرو هانتوما التحميره، الكمون، سكينجبير والقرفه، كلهم هادو نديروهم فوق من الحامض اللي درنا، ونديرو زويته بلديه. هذا راه كيخصو تشحر بزاف 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 باش كيشد القوام ديالو. غادي نديرو واحد الجوزه، بحال هكا، بركه ولا غادي ندوخهم؟ فوالا هكا غادي ان شاء الله غادي يطلع زوين في الاخر. غنوريه لكم في الطباسل ديال ما دويتش على الملحه حيت راه كنسلقوه بالملحه باش كيتسلق. دابا غادي نقوم واحد الباربه، غنديروا لها مليحه وصغيره، هذه هي نديروا زويته نديروا الخل. نخلطوها مزيان تتخلط مزيان. يلا دابا ملي كتخلطوا داكشي القوام اللي درتو كديروا المعدنوس من الفوق، كتكثروه شويه وكتخليوه هكا حتى كتبغاو ديروا لو سيرفيس، عاد كتخلطوا ونطلقوا. ها هو دابا هذا ابلي، ها هو شوفوه كي مقدم باربا بيان سور فايتين شايفينها. دابا غادي نوريكم الفوق. ها القوق، اوبس القوق، ها خيزو، ها هما لي سلاد ملي غادي نبغيو نقدموهم. راه لا فينيغريت ديالهم كتبان لكم، راه هي فواحد زليفه لا مغاديش تبان لكم، ولكن افوك غادي ندير لا فينيغريت في الاخر، راه هي في ديك زليفه صغيره لهيه. و لا سلاد فيغ حتى هي ها هي غادي حتى نديرو ليها الفينيغات، عاد نديرو لافوكا من فوق منها. هذا هو دابا غادي نوريهم لكم من بعد ملي نحطهم في الطبلة. يلا الطبل ديالنا بعد ما وجدت ان شاء الله ما بقى غير الناس يدخلوها وما داخلين، وعندي طبلة كبيرة كبيرة كبيرة، وراه زدت الطباسل، زدت الطباسل ديال لي سلاد. المهم هانتوما فوالا، ها هي لا طابل كومبليت، ها هي فوالا. ايوا ما بقى غير نقول لكم استودعكم الله. فوالا ودابا بعد ما تسالات الروينه وخرجوا الناس فرحانين، غادي نقول لكم انه عجبهم الحال بزاف بزاف بزاف. ولي سالاد كان عندهم بزاف ديال السوكسي، والدجاج حتى هو عنده بزاف ديال السوكسي. خلاص لي غي هضره لي غي هضره معروفين. و نقول لكم الصراحه القوق وخيزو كلشي كلشي كلشي. وسماعيل كي جاك الدجاج بلا كريم فريش مزيان مزيان، ديتيه بعدا ولا خليتيه؟ وغادي نقول لكم مع السلامه، ولايكيو لايكيو لايكيو، واللي ماشي ابوني تابونا، وشوفوا لي فيديو ديالي من الاول حتى الاخر.